يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة قوله تعالى اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا؟ ما حكم قراءة قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إذا آذاه أحد أصدقائه؟ إذا آذاه أحد أصدقائه، هنا ما الهجر الجميل مطلوب مع الأصدقاء أو مع الأصدقاء أولى، بعد مع الأصدقاء أولى إنك تتركه ولا تؤاخذه ولا نعم.